الاستاذ الدكتور محمد مصطفى اغا، استاذ جراحه قلب وصدر كليه طب اسكندريه. حقيقه ولي الشرف ان انا كنت رئيس القسم لمده كبيره في هذا القسم. سافرت انجلترا وتعلمت وجيت وشاركت مع زملائي في تاسيس الجمعيه المصريه لجراحه القلب والصدر، والمشاركه لمده 17 عام في هذا المؤتمر كاردو اليكس مع زملائي اعزاء في قسم امراض القلب بطب اسكندريه، وعضو في الجمعيه المصريه لامراض القلب، وعضو في ميديترينين او الجمعيه المتوسطيه لامراض وجراحات القلب. لي الشرف فعلا ان انا كنت كمعلم واستاذ لطلبتي في هذا القسم بطب اسكندريه، وكذلك في هذا المؤتمر الجميل الذي بدا من 17 عام. وكان من ضمن ملحوظاتي في هذا المؤتمر الناجح والمتطور سنويا، على سبيل المثال ان لسه طالعين من سيشن او اجتماع علمي وناقشنا فيه التدخل الجراحي بواسطة يعني فتحات صغيره في عظمه القص الاماميه او في الجهه اليمنى لجدار الصدر لاستعمال جراحه القلب المفتوح بتغيير الصمام الاورطي او الميترالي ونتائجه. ودي داخله لقبل تافي اللي بتعرض في امراض القلب، وده الفيوتشر بتاع هذا التخصص. كذلك برضو ناقشنا كتير في بعض الامراض اللي هي امراض قصور التاجي للشريان التاجي ومصاحبته بالكاروتيد او اللي هو الشريان الرقبي اللي هو بيغذي المخ، والتدخل الجراحي بعمليات جراحه بريدج او انطره ما بين الشريان التاجي فوق وتحت، وفي الوقت نفسه استعمال دعامات للشريان في الرقبه او الكاروتيد، وجت نتائج كويسه جدا. الحاجه الثالثه برضو في بعض الحالات زي جراحه الاطفال، امتى نعمل ميتر ريبير او تصليح الصمام الميترالي المتاثر بمضاعفات الحمى الروماتيزميه، ودي منتشره في شمال مصر عشان الهوميديتي وغيره، فبرضو ديت من ضمن الحاجات. الحاجات الثانيه برضو العيوب الخلقيه زي الشريان الاورطي، الدعامات اللي هي تحط في الشريان الاورطي اللي فيها ضيق او انسداد، وامتى نعمل الجراحه، نعمل جرافت او نعمل كوندويت فوق وتحت هذه السده. النهارده كنا بنناقش موضوع اللي هو الوصلات بين البلمونري ارتي او الشريان الرئوي والاورطه اللي هي البي دي اي، او وصله بين الشريان والوريد الرئوي. دول برضو هل احنا ممكن نعمل قسطره ونقفلها، او امتى نعمل الجراحه، كل دي وارده برضو في هذا المؤتمر الناجح امسوه. ده باختصار يعني الحاجات. اما بالنسبه للفيوتشر، يمكن احنا في طب اسكندريه بنفكر دلوقتي نستعمل الاحصاء والكمبيوتر ونشوف نتائج الدعامات المصاحبه او غير المصاحبه في عمليات الجراحه الشريان التاجي، ونقدر نحطها في حاجه اسمها سينتاكس سكور 1 وسكور 2. سكور 1 ده اللي هو الحاله التشريحيه للشريان التاجي، ونشوف نتائجها ونقارنها بالسينتاكس 2 اللي هي العلاقه بين الناحيه الاكلينيكيه والاوت كام ريزلت او نتائج جراحات الشريان التاجي مصاحبه او من غير الدعامات، ونشوف النتائج على مدى سنتين. وده من ضمن الابحاث العالميه اللي احنا بنفكر نعمله في اسكندريه. ده باختصار. وبرضه عاوز ننوه ان الهيستوري بتاع الكاردو اليكس مصاحب لتطور امراض القلب في التامين الصحي في اسكندريه. يعني اتعملت لجنه مكونه من معظم اعضاء هذه الجمعيه كاردو اليكس، وعلى راسهم الاستاذ الدكتور محمد صبحي رئيس اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر، واستاذ امراض قلب طب اسكندريه. كنا مع بعض وعملنا اللجنه العلميه للتشخيص وعلاج مرضى القلب في 5 محافظات في شمال مصر، وما زالت هذه الجمعيه شغاله. بعدها عملنا لجنه ثانيه علميه لجراحه قلب الاطفال وامراض قلب الاطفال، ونجحت وجايب نتائج مبهره الى الان، ودي خدمه لمرضى القلب في شمال مصر في 5 محافظات. ده باختصار نقدر نقوله في هذا المؤتمر وفي هذا التخصص، واتمنى ان
الجمعية العلمية لأمراض القلب وجراحات القلب وكاردو أليكس الزاهر زي ما هو الزاهر دلوقتي، وإحنا نأمل في الشباب أطباء القلب في مصر كلهم اللي بيجتمعوا كل سنة في هذا في هذه اللقاء إن هم ينهضوا بالتخصص ده زي إحنا ما حاولنا في الأول، وندعو لهم بكل توفيق والسلام عليكم.